استمرت حملة التثقيف الصحي وبرنامج صحة الصائم التي تأتي ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني صائم الرحمة، وتهدف إلى نشر التوعية الصحية بين قطاعات العمال في إمارة دبي، بالإضافة إلى تعزيز دور الملتقى في مفهوم الأخوة والترابط بين جميع المسلمين على اختلاف فئاتهم ومستوياتهم الاجتماعية والمنبثقة من روح هذا الدين العظيم. السنة كان بشكل أكبر عن السنوات السابقة، لأن السنة في كونترات موجودة لبعض المستشفيات الخاصة والحكومية في إمارة دبي، ومع محاضرات توعوية للصحة، والحمد لله لاقت إقبال كبير. طبعا في خيمة الطوار عندنا ساندات في خيمة الرجال وفي خيمة الحريم موجودة للتثقيف الصحي، أمراض السكر، الصوم، الشغلات هاي كلها موجودة الحمد لله، يثقفون فيها دكاترة متخصصين. وكذلك في خيمة المحيصنة اللي هي الإفطار الجماعي، في عندنا بعد أنه موجود هناك تثقيف صحي للناس اللي يفطرون هناك، والجماعة اللي يفطرون في لهم تثقيف صحي كبير الحمد لله. وتشهد الخيمة الرمضانية في منطقة الطوار وخيمة العمال في منطقة محيصنة برنامجا صحيا متميزا بالتعاون مع بلدية دبي قسم التثقيف الصحي وهيئة الصحة بدبي، واشتملت على محاضرات تثقيفية وفحوصات مجانية للعديد من الأمراض مثل السكري والضغط وهشاشة العظام وأمراض الكبد وغيرها من الأمراض المستعصية، وحملة للتبرع بالدم مدعمة بمحاضرات تثقيفية لأهميته وفوائده. أنا بقوم بالكشف الطبي على أي عامل بعد ما اطمئن على ضغطه وسكره وإن هو حالته العامة كويسة، بديله العلاج المناسب، وإذا احتاج رسم قلب بقدر أعمل له رسم قلب سريع أقدر أعرف إذا كان في مشاكل في الضغط أو السكري. وكذلك شهد مساء العاشر من رمضان محاضرة للشيخ الدكتور إبراهيم الدويش بعنوان قصص النساء في القرآن، وذلك في الخيمة الرئيسية بمنطقة الطوار. حقيقة ما وجدنا يعني منهجا خيرا من كتاب الله عز وجل، فوجدنا في القرآن تقريبا 26 قصة امرأة، كل قصة تدور حول محور مهم جدا يتعلق في المرأة اليوم، وهذه 26 محور أصبحت كأنها هي حقيقة خطوط عريضة للتعامل المرأة اليوم المسلمة مع كل معطيات هذا العصر. وفي 11 من رمضان قدم الشيخ ياسر الدوسري محاضرة قيمة وحوارا مثمرا حول موضوع القرآن والحياة. تدور هذه المحاضرة على محورين أساسيين، المحور الأول أن تكون حول رسالة القرآن، كيف نعيش مع القرآن، كيف عاش الصحابة مع القرآن، ما هو الفرق بين حالنا وحال الصحابة رضوان الله عليهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف نترجم القرآن في حياتنا، كيف نتدبر القرآن. المحور الآخر هو عبارة عن إبراز شخصية قرآنية عاشت مع القرآن، وهذا من حسن ظن الإخوة المنظمين لهذا الملتقى، صلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم وأن يسدد خطاهم وأن يجعلني خيرا مما يظنون.